نكون كطلبة طب من السنة الأولى حتى السنة السابعة ما قابلينش بحالتنا، ننتفض ونطلبوا بجميع حقوقنا. ترى هذه رانا يد واحدة فيه من المتخرجين البطالين العاملين وحتى اللي راحين يدخلوا للتخصص وحتى اللي راهم مقيمين، حبينا ننتفضوا لأنه سكتنا سكتنا ومن السكات اللي بزاف دخلنا في الدل. المشكله ماهيش مشكلتنا حنا تاع السلك الطبي فقط، هذه مشكله تقيسك حتى انت كمواطن، صحتك بيدي. اليوم راني طالبه ماهمش يكونوا فيا، غدوه انت مريضي انا اللي نقتلك بخطا طبي. نبداو بطلب الطب اللي دوكا وين طالعين، مش تحطوا 20000 طالب طب حولهم ملحقات ما فيهم ني اساتذه ما فيهم ني مستشفيات يسكنوا ما فيهم مدرجات كافيين وين يقراو ما فيهم والو، ملحقات غير مدروسه. كاينه الملحقه ابعد عليه من الجامعه، وهذا واش صرا في ملحقه تيبازا. معليش يرضى الطالب يقرا بروميير اني ودوزيام اني، يلحق تروازيام اني ما عندوش مستشفى جامعي في البلاصه اللي راه يقرا فيها، وين راح يتكون؟ رانا راح نوليو اطباء راح نلعبوا بحياه الناس، ما نقدروش نقراو من كتابات برك. مطلب الثالثه الرابعه الخامسه السادسه نهبطوا للتكوين زعما في المستشفيات. اول حاجه عدد هائل لدرجه انه كي يشوفونا يتشروكاو وما يعلموناش، ما عندنا وسائل باش نجربوا، ما نقدروا نديروا والو، نضروا نديروا حنا نكتبوا بخيزونس نروحوا نروحوا. هكا يتعلم طالب الطب 6 سنين وانت تكافح وانت تقرا في دروسك وتحاول تتعلم التطبيق اللي راه ناقص، من بعد توصل سنه سبعه تبدا في التطبيق الاصلي، يحطوك تخدم تخدم خدمه تاع كامل العباد، ما عندك حق تاع طالب ما عندك حق تاع عامل، والحاجه اللي تغيض اكثر تخدم بجهدك وزيد تفرغ جيبك. منحه تاع 450 في 3 شهور، اسكو 450000 تكفي باش نروح يوميا نخدم نستعمل النقل ناكل وزيد لها المناوبات. قالت نحط بتخصصات الاخرين يديرهم اكثر من هكا تاع مصاريتو، على هكا حقرينا. خرجنا دينا لي ديبلوم فرحنا وزغرتنا، قال لك عندك بزاف طرق تقدر تمشي فيها، حاولنا نشاركوا في مسابقات تخصص فتحوا لي بوست قلال. نمدو مثال بالجزائر العاصمه، يشارك 6000 شخص ومن بعد يفتحوا 800 بوست. ونأكد على حاجه، حتى كي يفتح لك 800 بوست ماهمش التخصصات كاملين متوفره، مثلا كما يحدد في الصيف شويه لي بوست ومع الخمس تخصصات ما كاش، يدخلوا عدد قليل ويقول لك ما نحتاجوش بزاف، من بعد تلقى الطبيب المقيم يجري منا وملهي وماهيش ملحق، كاين تخصصات وين يلحقوا يديروا حتى دي كار 3 فوا بار سيمان. معليش مش كامل ولو مختصين، قاعده تكون طبيب عام. حاولنا نخدموا اطباء عامين يفتحوا مناصب قليله واللي يبقاو كامل بطالين، بقينا في الدار مخوخنا دمروا 7 سنين وانا نكبر في عقلي باش مع الاخر نكملها باللحيه. بصح انت حالفك الحظ وكنتي من الاقليه اللي خدموا صح، خدمنا ملي دخلنا للتيرا لقيناها صعيبه، طبيب واحد يخدم خدمه تاع 4، قلت ما كانش مناصب وهما الاطباء اللي راهم يخدموا راهم يعانيوا من نقص كبير. كملخص لحياه الطبيب في الجزائر، لا تعليم لا تكوين لا ظروف مناسبه للعمل، ومع الخوي يقول لك علاش الطبيب في الجزائر ما يضحكش. معليش ماشي كامل يقدروا يخدموا في البلاد، ما لقيناش رزقنا هنا، حبينا ننتشروا في ارض الله الواسعه، واش داروا؟ غلقوا لنا التوثيق، درك ديبلوم تاعنا في الخارج منه من جورنال، يعني شتو ورقه جورنال هكذاك ماهوش مستعرف به، لانه ما يوثقولناش الشهادات تاعنا، ما كانش لاغريف اللي تقول باللي الدوله تاعك راهي تعتبرك طبيب تاع الصح. النقطه اللي افادت الكاس انه كي يدخل 2025 يصبح الدبلوم تاعنا غير معترف به عالميا. كامل هضرنا كامل نطقنا كلمه واحده، كامل تاع السلك الطبي راهم ينتفضوا، نوجهوا كلمتنا هذه للشعب كما هضرت في اول الفيديو، راهي حياتكم اللي راهي في خطر، رانا نطالبوا ماشي بزياده الاجور لكن رانا نطالبوا بتحسين نوعيه وتكوين الاطباء في الجزائر. مازلنا في الاضراب وماناش حنتوقفوا، ما تكونوش انانيين، اذا تحقق لكم مطلب او مطلبي تحبسوا. المره فريمون لازم نديروا الهدا، لازم تحققوا جميع مطالبنا واللي حنا من سنين حنا نطالبوا فيهم وما تحققوش.